تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة. أعرب سموه في برقيته عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يديب على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين ولشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى.